لو جينا مثلا لأهل الكتاب بشكل عام يهود ونصارى، لما بيقولوا أرض مقدسة وين بقصدوا؟ فلسطين، مش هي بقصدوها الأرض المقدسة؟ طيب لو جينا لما عندهم في العهد القديم، في العهد القديم بنلاحظ كثير في تقارب في بعض المسائل. مثلا في قصة موسى لما قتل خطأ، هم طبعا عندهم مش خطأ، هو عندهم تلفت هيك وبعدين قتلوا. لما قتل خطأ مثلا راح لمدين، عندهم برضو لما قتل راح لمدين. طيب وبعدين وجد هناك في رعاة على الماء، عندهم وجد في رعاة بس مش بنتين، سبع بنات، فهو سقى مش لبنتين، سقى لسبعة. تمام؟ فانت بتجد بشكل عام في اشي مشترك واضح في قصة يوسف مثلا عليه السلام، برضو بتجد هيكلها بشكل عام، لانها هي صارت القصة. والناس لما بتحرف، هي بدها تحرف كل القصة، لو بدها تحرف كل القصة هاي صارت قصة ثانية، هذه مش محرفة. دائما اذا بتلاحظوا هيكل القصة بيكون موجود، بتصير وين التحريفات نتيجة النسيان او غيره؟ وين بتصير؟ في التفاصيل. لذلك هم عند اهل الكتاب خروج موسى عليه السلام ومسألة قوله على فكرة لقومه ادخلوا الارض، هذه كانوا بقصد فلسطين، وموجودة عندهم القصة وكيف تمردوا وكيف غضب عليهم الله وكيف تاهوا في سيناء 40 سنة، زي ما هو ايش بقول القرآن، موجود عندهم 40 سنة. نعم انهم تاهوا، نعم نتيجة انهم رفضوا يدخلوا الارض المقدسة. نعم اني الارض المقدسة في القصة عندهم نجدها مين؟ فلسطين، نجدها فلسطين، انس حدودها زي ما قلنا شمال وجنوب. طيب موسى عليه السلام لما حضرت الوفاة، الاحاديث الصحيحة عندنا شو بتقول؟ انه طلب من الله ان يدنيه من الارض المقدسة رمية بحجر، يعني يموت على مشارفها. وهذا موجود عند اهل الكتاب. وليش انا قدمت في موضوع اهل الكتاب؟ هذا موجود عند اهل الكتاب، انه موسى عليه السلام مات على ضفاف نهر الاردن، يعني قريب منه، وكان ينظر نظر الى الارض المقدسة. وقالهم موسى عليه السلام انه راح يأتي وقت تعبروا فيه الاردن على الارض، المقصود الارض المقدسة. هي صار في عندنا معطيات كثيرة بتلتقي كلها مع بعضها، انه وين الارض المقدسة؟ شوفها، بموت موسى عليه السلام عند اهل الكتاب في جبال مؤاب، في جبال مؤاب المطلة على الضفة الغربية او فلسطين. اذا انت لما تبدأ تجمع الادلة كثيرة جدا تكتشف انه فيش مسوغ لأي نوع من الاختلاف في موضوع انه الارض المقدسة اني فلسطين. اما المباركة فهي مؤكد فلسطين، ولكن وين توصل اكثر شوية بركة؟ وقلنا انه اكثر ما قيل في الموضوع من النيل الى الفرات، والمقدسة ايش؟ فلسطين.